أندية أوروبية امتلكها رجال أعمال عرب، ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. هناك عدد من أبرز الملاك العرب قاموا بشراء بعض الأندية الأوروبية، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة في صناعة التاريخ والأموال معاً. وقد اختلفت نتائج تجارب المستثمرين العرب ما بين تحقيق البعض لنجاح منقطع النظير ووصول البعض الآخر لقيادة ناديهم لفترة مؤقتة، ومنهم من قام بشراء حصص أو الحصول على ملكية كاملة لبعض الأندية. قد حصل عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود على نسبة 50% من أسهم نادي شيفيلد يونايتد عام 2013، حيث سعى من وقتها لعودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويمتلك ماجد سامي صاحب نادي وادي دجلة المصري نادي ليرس في الدوري البلجيكي، وتواجد في الدوري الممتاز لأكثر من مناسبة وقدم مستويات مميزة. كما حصل ماجد سامي على نادي إيراغو تيريس اليوناني، وعن المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قام بشراء نادي الميريا، ودفع تركي ما يقرب من 20 مليون يورو في هذه الصفقة، بالإضافة إلى سداد 7 ملايين كديون على النادي. ناصف سويرس شقيق رجل الأعمال المصري الشهير نجيب سويرس في استثمارات كرة القدم، فقام وشريكه ويس إندز بشراء 55% من حصص نادي أستون فيلا. الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله الأحمد الثاني قام بشراء نادي ملقا الإسباني عام 2010، واستطاع تحقيق بعض النجاحات معه، وبفضله شارك الفريق في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. عاصم علام رجل أعمال مصري هاجر إلى إنجلترا ليستقر هناك ويبدأ حياته العملية. قام عاصم بشراء نادي هال سيتي في 2010 من أجل إنقاذه من الأزمة المالية التي يمر بها، وبعدها قاد الفريق للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى. ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي تولى رئاسة باريس سان جيرمان في 2011 بعد استحواذ جهاز قطر للاستثمارات على النادي. نجح رجل الأعمال الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشراء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2008، يضم نخبة من أفضل اللاعبين على الإطلاق. قاد الشيخ منصور مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، كان أولها في عام 2012.